بعد استعادته معرة النعمان ثاني أكبر معاقل جبهة النصرة وثاني أكبر مدن محافظة إدلب، يواصل الجيش السوري تقدمه باستعادة عدة مناطق استراتيجية منها تل مرديخ وجوباس ومنطقتي الهرتمية وقمحانة. في تقديري نحن أمام اتجاهين أساسيين، وحركة القوات تدلل على ذلك، أن القوات تتجه شمالا على الأوتوستراد الدولي من أجل تحريره بالكامل، فقد تجاوزت العمودية ثم تجاوزت بلدة خان السبل وهي باتجاه معردبسي باتجاه سراقب، لأنها نقطة تقع هامة واستراتيجية على التقاطع، كما أن هناك محور يخرج من المعرة باتجاه جبل الأربعين وباتجاه أريحة. إذا نحن أمام ملاحقة الإرهابيين في هذه المناطق سواء كان من هذا الاتجاه أو من ذاك الاتجاه. سيطرة الجيش السوري على تلك المناطق تفتح الباب نحو الطريق الدولي وسراقب التي باتت تبعد كيلومترين فقط عن قوات الجيش، فيما تواصل الوحدات المختصة تمشيط المناطق التي دخلها الجيش السوري وتثبيت النقاط فيها منعا لأي هجمات عكسية يقوم بها مسلح النصرة. تزايد سرعة عجلة العمليات العسكرية في جبهات إدلب يبدو بنظر السياسيين في دمشق ظلاً لقرار عسكري يهدف لاستعادة إدلب بالكامل كمرحلة أولى، ثم الانتقال بكامل الزخم العسكري الحالي نحو الشمال الشرقي من سوريا، ما يجعل أي اتفاق سياسي قادم مرهوناً بما ينجزه الجيش السوري والعمليات العسكرية في إدلب من جهة وفي ريف حلب من جهة أخرى. محمد طوالبي، الغد، دمشق.